السلام عليكم. علامة شركة نوكيا الفنلندية هي إحدى أكثر العلامات التجارية المعروفة في العالم أجمع. شركة هيمنت على سوق الهواتف من قبل ظهور الهواتف الذكية أصلاً، وقدمت الكثير من الإبداعات وساعدت في تقديم أفكار جديدة لمنتجات نراها اليوم أشياء طبيعية وسائدة. وفي إحدى السنوات شكلت قيمة أسهمها ما يوازي 70% من القيمة الكلية لسوق الأسهم الفنلندي، بحيث أن نوكيا اللي وحدها كانت مسؤولة عن خمس صادرات البلد ككل، وكانت تعد من أكبر 500 شركة في العالم حتى وصلت لترتيب أعلى 100 شركة قيمة في القرن العشرين. نوكيا ساهمت في تطوير شبكات الجي اس ام، الادج والثري جي، وحتى اليوم لا تزال من مطوري شبكات الجيل الخامس ومن أكبرهم حتى اللي هي الفايف جي، واللي تعد ثالث أكبر شركة من هاي الناحية بجانب موتورولا وأريكسون. إن كنت من الجيل اللي ما استخدم نوكيا لأنك ترعرعت على الآيفون وما جاء بعده، اسأل والدك، أخوك الكبير، عمك أو أي حدا من أقاربك، وفي فرصة كبيرة أنه أول جوال حمله كان نوكيا. لكن هذا الكلام كلياته لم يعد موجود اليوم للأسف. الشركة حاليا بتصارع لنمو حصة سوقية حوالين 1%، بينما كانت في يوم من الأيام تفوق 20% قبل أن تصل آبل وسامسونج حتى 10%. شو اللي صار في نوكيا بالضبط؟ في هذا الفيديو راح نروح برحلة من بداية نوكيا للي هي حاليا اليوم. خلينا نبلش. أول ظهور لهاتف يحمل اسم نوكيا يعود لعام 1995، لكن تاريخ الشركة أطول بكثير من ذلك. فتأسيس نوكيا جاء في عام 1865، أي قبل أكثر من 150 سنة. ونعم، مثل ما تظن البداية كان حالها حال عديد من الشركات الثانية في هذا المجال، لم تكن أصلاً شركة تقنية. فنوكيا عبر العصور تنقلت ما بين عدد من الصناعات مثل صناعة ألواح الخشب، واللي كانت أول ما بدأت نوكيا عليه، ومن ثم دخلت في شراكة مع شركة بتعمل في مجال البلاستيك والمطاط، تحديداً عجال السيارات. وفي بداية القرن التاسع عشر أضافوا كمان شركة تعمل في صناعة الأسلاك الكهربائية لهذا التحالف. هذا الكلام كان إحدى نتائج انتشار الثورة الصناعية اللي بدأت في فرنسا في نهاية القرن السابع عشر. المؤسس اللي مستحيل أفكر بمحاورة لفظ اسمه لأني ما أظن راح يطلع معي صح، كان يعمل كمهندس حفريات ومناجم في مدينة نوكيا الفنلندية. نعم، اللي أتى اسم الشركة بناء عليها، واللي تم تسجيل هذا الاسم رسميا في عام 1997 بعد دمج الثلاث شركات وتغيير الشعار لأول مرة منذ التأسيس. في بداية السبعينيات دخلت الشركة في مجال الاتصالات عن طريق تصميم وتطوير معدات الخاصة بالراديو، وقدرت أنها تفوز بمناقصة للحكومة لتكون هي المسؤولة عن البحث والتطوير لمعدات الجيش الخاصة بالاتصالات والأمور الإلكترونية لجيشهم الوطني. هذا الأمر أيضا جعل نوكيا تدخل القطاع التجاري للمستخدمين من خلال تقديم معدات راديو تضاف للسيارات، والأمر اللي كان منتشر في هذاك الحين. ومن هون بدأت كرة الثلج تكبر. وخلال السبعينيات لمنتصف الثمانينيات نوكيا جربت تصنيع التلفزيونات، الكمبيوترات، البيجرات والكثير من الإلكترونيات المختلفة. كل هذا التوسع جاء عبر شراء شركات أخرى صغيرة أو حتى أقسام كاملة من شركات عالمية لتطوير منتجات نوكيا، من أمثال قسم الكمبيوترات في أريكسون وعدة شركات بتصنع تلفزيونات، الأمر اللي جعل نوكيا ثالث أكبر علامة تجارية للتلفزيونات في أوروبا في هذاك الحين، بالإضافة لشرائهم شركة هواتف تدعى موبيرا اللي كانت بتنتج هواتف من نهاية الستينيات واللي تبلورت ليبنى عليها مستقبل نوكيا اللي بنعرفه اليوم. الشركة كانت تنتج أجهزة لشركات الاتصالات حول العالم، وما كان أي من الأجهزة اللي بتنتجها موبيرا بيحمل اسمها أصلاً، من بينها جهاز أنطق للاتصالات الكويتية في السبعينات. موبيرا كان عندها أجهزة التوكمان المخصصة للتثبيت في السيارات، لكن بسرعة الشركة استوعبت أنه الناس ما بدها فقط تتحدث وهي بالسيارة بل في أي مكان. وتحت نوكيا أطلقت موبيرا الموبيرا سيناتور في عام 1985، اللي فعلاً كان هو أول هاتف أنتج تحت شبكة نوكيا، لكنه كان أكبر بكثير مما يخطر في بالك عند ذكر كلمة جوال، وكان يستخدم من قبل رؤساء الدول وأصحاب الشركات والطبقة ذات الشأن العالي، الطبقة المرموقة يعني. ومن ثم أتبع إطلاق الموبيرا سيتيمان ليستهدف رجال الأعمال والطبقة الطبيعية من الناس، واستمرت الشركة على تحديث موديلات هاي السلسلة حتى بدايات التسعينيات،
وعلى ذكر التسعينيات، الوضع العالمي كان في قمة التوتر، الاتحاد السوفيتي سقط، الاقتصاد الأوروبي ما كان في أفضل حال، ولمواكبة هالوضع الراهن تم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة اللي إجا من إدارة بنك لشركة نوكيا، ووجدها بتعمل في عشرات القطاعات، فقرر إنهاء أعمال كافة أذرع نوكيا من تلفزيونات وإطارات وعدة راديو والتركيز على شيء واحد فقط، الهواتف النقالة. فباعت الشركة كل أقسامها المتفرعة ومضت قدماً نحو مستقبل تقني. في عام 1991 أجريت أول مكالمة عبر جوال باستخدام شبكة GSM. المكالمة حدثت في فنلندا من قبل رئيس الوزراء الفنلندي على أبراج اتصال وبنية تحتية نوكيا أنشأتها، وعلى أول جهاز في العالم يعمل بشبكة GSM. نعم، لم تكن أول مكالمة جوال في التاريخ، تلك كانت على جهاز من تطوير موتورولا، لكن على شبكة الجيل الأول للأنالوج اللي هي لا تعمل أصلاً في يومنا الحالي. لكن شبكة GSM لا تزال لليوم لا يوجد أي تغيير جذري عليها، بحيث أنها لا تزال تعمل في نفس المدى والتردد، وهي الشبكة الرئيسية المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية حول الكوكب بشكل موحد. نوكيا كان لها دور في تطويرها بحيث أنها كانت على نفس اللائحة اللي تضم سيمنز وغيرها، واللي بدأوا العمل على هالتقنية في منتصف الثمانينيات، وأيضاً كانت السباقة لإطلاق أول هاتف يعمل بها اللي هو النوكيا 1011. هذا الهاتف كان آخر ما أنتجت شركة موبيرا اللي ضمت بشكل كلي بعديها لنوكيا، وكان يزن نص كيلو جرام كامل، وسعره عند الإطلاق كان قرابة 1800 يورو بعد التعديل للتضخم، وما كان بيملك حتى قدرة مثل إرسال رسائل الأسماس، لأنه هذا الكلام تم إضافته لمعايير GSM السنة اللي تلت إطلاقه. الكرة بدأت تدحرج، واستطاعت نوكيا النهوض بأرباحها من مليار دولار في بداية التسعينيات إلى 4 مليار دولار في نهاية العقد، مع إطلاق أجهزة مثل 2110 اللي استحوذ على عام 95، وأيضاً كان أول نوكيا يحمل نغمة الرنين المشهورة. الأسطوري 8110 اللي صدر في 96 واللي كلكم تعرفوه من هاللقطة. وأتبعوا 3110 اللي انتشر بسرعة كبيرة عام 97، ثم جاء عام 98 ليطلق 6110 و 6130 اللي كانوا أول هواتف نوكيا مبنيين فيهم لعبة سنيك، الأمر اللي جعل نوكيا تحتفل بمئة مليون هاتف مباع، ولأول مرة أنها تتصدر حصة السوق العالمية أعلى من موتورولا. في 98 أيضاً تم كشف النقاب عن النوكيا كوميونيكيتر، واللي قدم فكرة غير مسبوقة في حينها، الإمكانية بتصفح أرشيف عرف في وقتها بالشبكة العنكبوتية أو باختصار الإنترنت، لكن هذا الكلام كان يتم عن طريق ربط الهاتف بمودم والمودم يربط بالإنترنت. لكن بغض النظر، فكرة أنك تتصفح بيانات من الجوال كانت بتتبلور لحقيقة في حينها. جهاز جذب عمالقة في المجال لمرحلة أنه كان في إشاعات حول شراء مايكروسوفت لنوكيا، كانت بتنتشر لأنه بيل جيتس أعجب بالجهاز وزود عشرات من موظفي مايكروسوفت فيهم. نهاية العقد كانت فوز ساحق لنوكيا. نوكيا. الشركة استطاعت استقطاب كلا من فئة الأعمال اللي كانت أصلاً هي الأساس من السبعينيات، وأيضاً استقطبت فئة جديدة من الشباب والمراهقين والجيل الجديد من مستخدمي الأجهزة من أمثال 3210 وال 5110، ووفرت منهم عدة أشكال وألوان مختلفة، أمر ما كان موجود، وأهم شيء أنه كان سعرهم رخيص. في هذا الوقت نوكيا ما كان إلها فعلياً أي منافس سوى أريكسون اللي سيطرت على أوروبا وموتورولا اللي سيطرت على أمريكا. شركات مثل سوني، HTC وغيرها كانت بتخطط لإطلاق أول جيل من أجهزتهم في حينها. كل الظروف كانت مناسبة لنمو غير مسبوق في العشر سنوات القادمة، بالإضافة أن نوكيا في 98 تقريبا كانت من الأعضاء المؤسسين لشركة سوفتوير صغيرة شوي اللي كانت رح تلعب دور مهم جدا في السنوات القادمة، ألا وهي سيمبيان LTD. بداية العقد لنوكيا كانت في أوج قوتها،
عدد موظفيها نما 4 أضعاف ليفوق 55,000. حصتها السوقية كانت أكثر من ضعف أقرب منافسيها، حيث أنها ملكت 30%، بينما موتورولا كانت تحت 15%. وكانت الشركة رسمياً تعمل بما يتعدى 140 بلد حول العالم، مع مبيعات تفوق 20 مليار دولار، مع طرح أجهزة حملت سمعة جبارة بقدرة التحمل وسهولة الاستخدام، من أمثال 3110 اللي سمي بالعميد في بعض الدول، وال 6210 اللي أخذ اسم الرهيب 2000، والنسخة المحدثة من الكومينيكيتر 9210 وال 8890 اللي سمي بالسفير. كل إطلاق من نوكيا كان بيحصل على اسم شهرة، وفي بعض الحالات الوكيل الرسمي في الوطن العربي في وقتها شركة حداد أو الحداد هي اللي كان بيعطي اسم الجهاز. في سنة 2002 الشركة طرحت أول تحديث لهواتفها مع شاشات ملونة، شمل التحديث كمية كبيرة من الأجهزة اللي كانت مطروحة مسبقاً حتى الكوميونيكيتر، بالإضافة أنه من بين هالأجهزة كان النوكيا 7650 اللي هو أول جهاز حمل نظام السيمبيان الذكي، اللي كان نتيجة 4 سنوات من التطوير. وأيضاً أعلن عن أول جهاز من نوكيا مزود بكاميرا، واللي تم إطلاقه رسمياً العام التالي في بداية 2003. خلاط ما بين الاسم اللي شهر بسرعة مع الصلابة اللي صارت سمعة هاي الأجهزة وشاشة ملونة وكاميرا ونظام يعتبر إلى حد ما ذكي، كانت وصفة انتشار فعالة وبقوة، خصوصا مع وجود توزيع دولي ووكلاء دوليين. النظام الجديد بدأ يظهر على عدد أكبر من الأجهزة، ونوكيا بدأت تضاعف كم الموديلات اللي بتطرحها سنة عن سنة. في جهاز 6600 اللي عرف بالدب الأردن أو الباندا في السعودية، في هذاك الحين كان واحد من ضمن صف طويل من الموديلات اللي أصبح بإمكانك أنك تغير النغمة، تخصص الصورة، ترسل وتشارك صور عن طريق تقنية البلوتوث اللي بدأت لتوها بالانتشار في الجوالات لتستبدل تقنية الآي آر. الأجهزة بدأت تستخدم معالجات أسرع وتعمل أشياء أكثر، صرت تقدر تشغل وتسجل فيديو، تنزل ألعاب وتكبر مساحة التخزين. نوكيا كانت بتعمل تجارب كثيرة مثل 7600 الغريب المظهر، لكن كان هذا أول هاتف بالعالم بتقنية 3G، وال 7380 اللي بعتقد أنه صممه كان زهقان وحاب يمزح. نوكيا كانت قادرة على أنها تنتج هالتجارب العجيبة لأنها بكل بساطة كانت بتقدر. بعض هالتجارب لاقى فشل ذريع جدا، من أمثال النوكيا إنجيج اللي كانوا بيحاولوا ينافسوا فيه أجهزة من نينتندو في هذاك الوقت، جهاز مع جوال بشيء واحد، شيء عجيب في أيامنا صح؟ لكن هذا الكلام جاء في عام 2003، لكن كان حصل شيء في عام 2005 ساعد الشركة على التمسك بالصدارة وبقوة لعدة سنوات قادمة، ألا وهو التعاون مع شركة العدسات والبصريات العالمية كارل زايس. العلاقة نشأ منها بعد سنتين طرح نوكيا لفئة رائدة جديدة كلياً كانت بتحاول أنها تكون الأفضل في كل شيء. فأول جهاز حمل شعار الكارل زايس بجانب شعار نوكيا كان من فئة الأن الجديدة، تحديداً الأن 90 واللي تلاه الأن 93 وال 95 وغيرهم اللي كانوا بيحصدوا جوائز أفضل أجهزة السنة وأفضل كاميرا جوال سنة عن سنة بالتتالي، لحد ما في سنة 2007 حصل ما لم يتوقع أحد في صناعة الهواتف. طلع لي إذا تابعت الحلقتين اللي قبل ومش عارف شو اللي عوشك إنه يصير هسا، بزعل منك. And we are calling it iPhone. It's 5 years ahead of anything on any other phone. مع إنه الآيفون أعلن عن وجوده رسمياً في عام 2007، لكنه لم يطرح في الأسواق حتى نهاية السنة. الإعلان هز كل مسؤول في نوكيا ونشر كم ذعر داخلي كبير. مدراء نوكيا اجتمعوا وكان الهدف من الاجتماع بالحرف صناعة قاتل الآيفون. تطوير الهواتف يأخذ سنوات، لا يأتي بيوم وليلة، فبدأوا تفريغ كل ما في جعبتهم فورا، وجاء فوج من التحديثات على كل من سلاسل نوكيا المطروحة سابقا، من الكوميونيكيتر لسلسلة الأن وسلسلة الإي، حتى تجاوز عدد الموديلات المطروحة خلال سنتين فقط أكثر من 80 جهاز. داخلياً دخلت الشركة في تحالف مع إنتل لتطوير نظام تشغيلي جديد ليقود مشروع الجهاز اللي راح يستطيع أنه يوقف في وجه الآيفون، واللي بكل أسف لم يأتي إلا في عام 2011 على جهاز اسمه N9، وعرف النظام باسم ميجو اللي فعلياً كان نظام سابق لزمانه بكثير، فكان يملك أزرار تنقل على شكل سوفتوير، جستر كنترول، أوتوروتيشن، أشياء كثيرة سباقة، لكن كل هذا ذهب وباء الريح في لحظة الإعلان عن الهاتف عندما صرحت نوكيا أنه الـ N9 هو أول وآخر هاتف سيحمل هذا النظام، وبالتالي ما في أي مطور حب أنه يضيع وقته ويستثمر فيه إطلاقاً.
لكن رجوعاً بشكل سريع لسنة 2008، الشركة كانت لا تملك في جعبتها الكثير، وكل إطلاقاتها كانوا يحملوا نظام سيمبيان في حينها، لكن العتاد كان يتحسن. لكن في 2008 لم يكن أفضل وقت لتكون في موقف ضعيف. جوجل كشفت نقاب عن نظام أندرويد اللي كان حديث الولادة، أبل طرحت الآيفون للسوق وباعت فوق 7 مليون وحدة خلال أول سنة، شركة بلاك بيري اللي كانت بتنمو بقوة قدرت أنها تستحوذ على 25% من حصة السوق. نعم نوكيا لوحدها كانت لا تزال تملك 50% تقريبا من الحصة الكلية، لكن هذا الكلام كله كان على وشك الانهيار. حاولت الشركة إيجاد حلول مؤقتة لتبقي نظام السيمبيان على قيد الحياة، مثل تقديم متجر أوفي للتطبيقات اللي أعلن عنه في عام 2007، لكن لم يكن متوفر للعامة حتى 2010 على شكل نسخة بيتا، وثم تم نقله لنظام نوكيا الجديد بعدها ب3 سنوات. لم يكن أسهل إطلاق لمنتج أو خدمة على الإطلاق. في انتفاضة أخيرة في عام 2010 للحفاظ على مكانة الشركة، أطلقت نوكيا جهاز الـ N8 اللي حمل آخر تحديث كبير لنظام السيمبيان اللي هو السيمبيان 3، لكن الجهاز لم يلقى النجاح اللي ترقبته نوكيا بكون أبل وجوجل وبلاك بيري مع أنظمة iOS وأندرويد وRIM كانوا في أوج ضخ أجهزة جديدة، ونوكيا كانت بتخسر 10% من حصتها السوقية سنة ورا سنة. كان لابد من إيجاد حل لهذه الأزمة. تم فصل رئيس الشركة التنفيذي، وبعد ضغوطات كبيرة من كبار حملة الأسهم في الشركة تم تعيين رئيس تنفيذي جديد اللي لأول مرة لم يكن من فنلندا، الأمر اللي لم يحصل في آخر 150 سنة من تاريخ الشركة. الإدارة الجديدة مباشرة قررت تحويل نسخة سيمبيان القديمة للنظام مفتوح المصدر وإصدار أجهزة بنظام ميمو اللي كان بالأصل نظام نوكيا تعمل عليه من 2005، لكنه كان مخصص للتابلتس وأجهزة نافيجيشن ذات السيارات. سياسة نوكيا بتمسكهم بنظام تشغيل موحد تبخرت. الإدارة أعطت الضوء الأخضر للتنقل بين أي نظام لإيجاد الحل الأمثل ما عدا أندرويد، لأنه يقال أن نوكيا كانت في مفاوضات مع جوجل فور الكشف عن أندرويد. نوكيا أرادت من جوجل أنه يكون نظام أندرويد نظام حصري لهم، أو على الأقل يفضل أجهزة نوكيا على الباقي. بالمقابل جوجل كانت ترد، يعني بدها إشي، بدها شيء بدل العلاقة هاي أو الحصرية هاي. فنوكيا قدمت لهم خرائط هير اللي لم تكن بشهرة خرائط جوجل، وأيضا بريد أوفي الإلكتروني، لكن جوجل كان عندها جيميل. فنوكيا كونها المهيمنة في هاي اللحظة منعتها الكرامة في التعامل مع جوجل. وفي السنة اللي تلتها أخذت نوكيا القرار اللي من وجهة نظري كان هو الشيء اللي قتلها. نوكيا انتقلت من أوج تألقها ببيع قرابة 500 مليون جهاز في سنة واحدة، مع دخل فاق 50 مليار في السنة، وصافي دخل 8 مليار يورو مع ملكها لما يفوق ثلث السوق، إلى سالب 1 مليار يورو في عام 2011. في مذكرة داخلية من الرئيس التنفيذي للشركة موجهة للموظفين اللي تسربت فيما بعد، قال التالي: أول آيفون أعلن عنه في 2007، ولا نزال لا نملك منتج قريب من تجربة المستخدم المشابه له. نظام أندرويد اللي ظهر من عامين تجاوزنا هذا الأسبوع وأصبح في الصدارة في كمية الأجهزة الذكية المباعة، أمر لا يصدق. ومن ثم جاء إعلان شراكة نوكيا ومايكروسوفت لتكون أجهزة نوكيا هي المنصة الرئيسية لنظام تشغيل ويندوز فون. A partnership where we contribute hardware ingenuity, Microsoft contributes software, and together we bring together some of the best services assets on the planet. In a year's time, how much of the market do you think you'll have? More. I mean, the combination makes sense. To take a product that has been very well received, but not very well sampled yet, our new Windows Phone operating system, and to be able to not only take advantage of the footprint, which is unparalleled, that Nokia has around the world, and the innovation, which is first class, both in mapping and location services, in addition to hardware, but today is the start of another opportunity, which is all you ever get in business, is another opportunity to go out there and prove yourself. مايكروسوفت في حينها كانت بترغب بقطعة من فطيرة سوق الجوالات الذكية لأسباب كثيرة راح أتطرق لها في حلقة خاصة من هالسلسلة، لكن من المهم إنكم تعرفوا إنه نظام سيمبيان في هذا الوقت كان بيملك حصة سوقية تقارب 50%، بينما وفي نفس الوقت ويندوز فون كانت حصته حوالين 1%، وخيار نوكيا كان بوضع سيمبيان خلفها في عز انتشاره.
أعلنت نوكيا عن الشكل الجديد لعلامتها التجارية اللي سمته البيور، واللي جاء معه نظام تسمية الموديلات باستخدام 3 أرقام والتوقف عن استخدام الأحرف، وبالتالي انتهت سلسلة الأن والإي. وفي نهاية سنة 2011 نوكيا أعلنت عن اللوميا 710 و800 اللي كان أول أجهزة بتحمل نظام ويندوز، تحديدا نسخة 7.5، لكن فعليا أول جهاز رائد بكل ما تحمل الكلمة من معنى جاء في السنة اللي تلت. ففي 2012 كشفت نوكيا النقاب عن اللوميا 920 اللي كان بيعمل بمعالج سناب دراجون S4 Plus، نفس المعالج اللي استخدموه هواوي على أول نسخة من سلسلة البي، والجي على جهاز الالجي أوبتيموس. الجهاز جاء مع كاميرا بقوة 8 ميجا بيكسل مع عدسة كارل زايس، شاشة HD، شحن لاسلكي، والأمر اللي كان شيء غير مسبوق في الجوالات في هذاك الوقت. لكن أيضا نوكيا لم تكن كليا مخلصة بس لنظام ويندوز فون، فأطلقت كمان سلسلة اسمها آشا اللي استمرت باستخدام نظامهم الخاص اللي طورته بعد صدور الآيفون، واللي كانت الشركة بتستهدف في هاي الفئة من الأجهزة بشكل عام الأسواق الحساسة للسعر. وفي نفس الوقت أيضا استخدمت هذا النظام الغريب على أجهزة رائدة عندها من أمثال النوكيا 808 Pure View، واللي كان هاتف قوي مع شاشة OLED وكاميرا بقوة 41 ميجا بيكسل لكن بمعالج ARM، ونظام تشغيل لا يقارن متجر تطبيقاته باللي متوفر في حينها على أجهزة أخرى مثل مايكروسوفت. حتى السنة اللي تلت كانت نوكيا لا تزال تتخبط من حائط لحائط في محاولة لجمع نفسها وإنهاء النزاعات الداخلية. تم إيقاف العمل بنظام ميجو بعد ما حرق فيه مئات الملايين لتطويره. Does seem to be down, down, down for Nokia. When will it arrest this? Windows 7 is the platform that everybody likes but nobody actually uses. It's a great product but there are no apps. There's not much of an ecosystem around it yet. ومبيعات الشركة كانت في تراجع بل في سقوط لم تراها الشركة من قبل، مع نهوض شركات أخرى لتأخذ مكانها. ففي نهاية 2012 سامسونج استطاعت أن تزيح نوكيا من صدارة الحصة السوقية وتجلس في مكانها اللي لا تزال عليه لحد اليوم، ونوكيا ما كان عندها أي شيء تدافع فيه عن نفسها لحد السنة الجاي اللي طرحت فيها نوكيا 925 واللي كان مبني عليه آمال كبيرة داخليا، أساس أنه الوريث اللي كان بيحمل أفضل عتاد مع لغة تصميم محسنة. وخلال 2013 بدأت الشركة بضخ كمية أجهزة كلها بتشبه بعض في محاولة لترسيخ لغة التصميم عند الناس، لكن للأسف لغة التصميم أصلاً ما كانت رائقة للأغلبية الساحقة، لدرجة أنه نوكيا بدأت العمل على مشروع سري دون علم مايكروسوفت اللي كان جهاز النوكيا بنظام أندرويد اللي أطلق لاحقاً لكن لفشل ذريع جداً، لأن النظام لم يكن مرخص أصلاً من جوجل، وبالتالي ما كان بيملك قدرة الوصول لمتجر جوجل بلاي وخدمات جوجل، بل حتى تم استبدالهم بخدمات نوكيا ومايكروسوفت وإضافة واجهة مستخدم مطابقة لأجهزة اللوميا اللي بتعمل بأجهزة ونظام ويندوز. كاميرا الجهاز بإمكانها تكون أفضل بكثير، شاشة الجهاز أيضا منخفضة الدقة بشكل كثير، يعني ملحوظ لأي شخص ممسك الجهاز مباشرة بقدر يشوف البيكسلز اللي موجودين في الشاشة. مايكروسوفت كانت تبحث عن هاردوير ليحمل السوفتوير الخاص فيهم من عقود. شركاتهم السابقة مع عشرات العلامات التجارية العالمية لم تكن فاشلة، لكن نوكيا كانت الأولى اللي بتحاول أنها تتبنى نظامهم كليا، لكن مع ضعف الإقبال وزيادة الخسائر من قلة المبيعات مايكروسوفت كانت قلقة من أنه نوكيا تقرر أنها تنضم لعالم الأندرويد وتتخلى كليا عن نظام ويندوز فون، واللي عن جد مثل ما شفتوا كان فعليا خيار نوكيا كانت مقبلة عليه. ولهذا السبب في عام 2013 نوكيا أعلنت رسميا بيع قسم الجوالات بأكمله لمايكروسوفت بمبلغ 5.5 مليار يورو أو 7.2 مليار دولار في حينها. الشركة اللي كانت بترأس موجة التحول الرقمي والاتصالات رفعت الراية البيضة وقررت التخلي عن سوق الهواتف كليا والتفرغ للبنية التحتية للاتصالات، لكن نوكيا موبايل كانت ستستمر تحت رأية مايكروسوفت. والسنة اللي تلتها مايكروسوفت ما شافت فيها أي فائدة من هذا الاستحواذ. The name Nokia will no longer be seen on Microsoft's new smartphones. وسجلت الشراء كله كخسارة تقدر ب 7.6 مليار دولار. أوقفت قسم نوكيا موبايل عن الأعمال وأنهت توظيف 8000 موظف اللي كانوا لا يزالوا فيها.
مايكروسوفت جمعت كل ما تبقى من حقوق الاسم التجاري الخاص بنوكيا وباعتهم ب 350 مليون دولار فقط في شهر 4 من عام 2014، نفس الشركة اللي قيمت ب 300 مليار دولار في أوجها قبل 10 سنوات. تم إغلاق فصل تكبدت فيه نوكيا خسائر تشغيلية وصلت ل 4.7 مليار دولار ما بين 2011 و2014، أي بمعدل يفوق خسارة مليار دولار كل سنة. الشركة اللي اشترت علامة نوكيا التجارية من مايكروسوفت كانت نفس نوكيا الأم اللي باعت قسم الجوالات لمايكروسوفت أصلاً، والشراء كان فقط للاسم التجاري وليس لقسم الجوالات نفسه، فحتى لو الشركة كانت بتنوي أنها ترجع تصنع هواتف من أول وجديد ما كانت بتقدر بدون ما ترجع تشتري الحقوق من مايكروسوفت كمان مرة. رئيس مجموعة نوكيا تكنولوجي اللي هي الشركة الأم اللي استرجعت ملكية الاسم التجاري قال: اسم نوكيا ثمين، لكن في نفس الوقت اسم يفقد قيمته بسرعة إذا ما فعلنا أي شيء. في السنة التالية تفاجئ العالم التقني بالإعلان عن لوحي نوكيا الـ N1 اللي عمل بنظام أندرويد بيور، وكان الأول في أي منتج تقني بيحمل منفذ USB Type-C. الجهاز وليد نتيجة اتفاقية ترخيص الاسم والتصميم لشركة فوكسكون اللي بتصنع عدد هائل من الأجهزة حتى لشركات مثل أبل وغيرها، ولم يكن هناك أي شيء بيربط اللوحيات بالاتفاقية تاعت مايكروسوفت، فكانوا بيقدروا أنهم يعملوا هذا الشيء. شركة نوكيا موبايل الأم نوكيا تكنولوجي مضت بتطوير قسم الشبكات إلها، وأقدمت على شراء الشركة الفرنسية الكاتل لوسنت لتطوير قسم شبكات الجيل الخامس داخلياً عشان تنافس شركات مثل هواوي وأريكسون اللي فعلاً قدرت أنها تتعداهم في المبيعات في عام 2014. وأيضاً تملك اسم الكاتل التجاري اللي كل منتجاتهم المتوفرة حالياً في الأسواق مصنعة من قبل شركة TLC اللي أصلاً بتصنعهم من خلال اتفاقية ترخيص للاسم. الشركة أيضاً أعلنت عن كاميرا 360 باسم أوزو واللي بيبلغ سعرها 60,000 دولار. وغير هيك في منتجات تقنية متنوعة لكن دون جوالات، لأنه قسم الهاردوير تم امتصاصه كلياً من قبل مايكروسوفت اللي أنشأت باستخدامه قسم مايكروسوفت موبايل. وأيضاً نوكيا باعت برمجية هير للخرائط اللي كانت مطورتها لمنافسة خرائط جوجل للجوالات لشركة فولكس فاجن للاستخدام في سيارات مرسيدس وبي أم دبليو. في عام 2016 أقدم أحد مدراء نوكيا السابقين على إنشاء شركة اسمها HMD وطلب من مايكروسوفت شراء حقوق تصنيع الهواتف بعلامة نوكيا. تم ترخيص الإنتاج لشركة فوكسكون الصينية ليعود اسم نوكيا سواء على أجهزة ذكية أو على أجهزة من فئة الفيتشر فون، ليقوموا بالكشف عن نوكيا 6 في عام 2017 اللي حمل راية الأندرويد بكل فخر من خلال استخدام واجهة خالية من التعديلات، على عكس ما كانت تفعل الشركات الثانية مثل سامسونج وهواوي من باب تسريع التحديثات وسلاسة النظام، وأيضا أشياء مثل قوة الحماية. وتلاه مباشرة في نفس السنة الإعلان عن نوكيا 3 والنوكيا 5 وإعادة إحياء لل 3310. شركة HMD اللي بترخص تصنيع هواتف نوكيا اليوم بتوظف كم كبير جداً من اللي كانوا بيشتغلوا في نوكيا أيام عزها. الشركة بتطرح في كل سنة كم لا بأس فيه من الأجهزة اللي بتتنوع ما بين فيتشر فون إلى أجهزة متوسطة إلى درجة ما، لكن في كل فترة بنشوف منهم صدور نسخة رائدة كإعادة إحياء لماضي عريق بيحمل نفس الاسم، حتى من أمثال نوكيا 8 سيروكو اللي طرح في 2018 وبالربط في جهاز 8800، وجهاز النوكيا 9 بيورفيو اللي طرح في 2019 واللي بيربط بجهاز النوكيا 808 بقدرات لا بأس فيها. لكن للأسف للآن لم نرى من نوكيا تحت راية HMD جهاز بيجعل العالم يقف ليطلع ويرجع الضوء على أمجاد نوكيا. اليوم في 2020 سياسة الشركة حاليا هي بالتركيز على القيمة، الجودة، التجربة أكثر من القوة والمنافسة بالناس اللي بيجلسوا على قمة السوق من الأجهزة الرائدة. مبيعات الشركة حاليا في نمو مستمر بمعدل 20% سنة عن سنة، وعلى الرغم من أنه نوكيا قد تأخذها سنوات كثيرة لتعود للقمة الهرم في المبيعات، أو ممكن ما ترجع لهذا المركز في أي يوم من الأيام، لكن أنا سعيد بوجود علامة نوكيا على الجوالات اليوم، حتى مع أني ما كنت من عشاق نوكيا عندما كانت ملكة العالم بالحصة السوقية. شخصياً كنت من مشجعي سوني أريكسون اللي منحتني الجهاز اللي أعجبت فيه بالأول، لكني لا أنكر أبداً أنه الشركة كان لها دور هائل في تحريك السوق والضغط على منافسين للاستمرار في الإبداع،
وتقديم الجديد وكل التحديثات الجديدة. فبدون نوكيا ما راح يكون في سامسونج اللي بتعرفها اليوم، ما راح يكون في أبل اللي أزالت منفذ 3.5 مليمتر مثل ما فعلت نوكيا في جهاز 8600 لونا، وسوني إريكسون اللي منحتني أول جوال وقعت في غرامه. كل منافس كان له دور في الماضي، وكلهم بيصبوا بالنهاية بنفس مصلحة التطور ومصلحتي ومصلحتك كمستخدم. بهيك بنكون وصلنا إلى نهاية هاي الحلقة من سلسلة قصص تقنية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. اختيار هاي الحلقة جاء من تصويتكم على الفيديو السابق لما سألناكم بالنهاية وين بدكم نعمل الفيديو الثاني أو عن شو، وهذا الفيديو أيضا راح أكرر نفس الشيء. فاضغط على الزاوية واختار شو الشركة اللي حاب أنك تشوف عنها الحلقة القادمة من سلسلة قصص تقنية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. هذا كان كل شيء لهالفيديو. كان معكم صلاح حامد، في أمان الله. الله يرحم.